حديثنا اليوم سيكون حول مقاصد وفضائل سورة مريم، تفاصيل تطلعنا عليها الدكتورة رنا الحمصي المتخصصة بالفقه والتفسير. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا بكم. يعني بداية دعينا نتحدث عن ترتيب سورة مريم وأسباب نزولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة مريم هي من السور المكية ونزلت بعد سورة الفرقان. سورة مريم تتميز بميزات رائعة جدا تميزت بها دون غيرها. أول هذه الميزات، نحن نعلم أن في القرآن 104 أن القرآن يتألف من 114 سورة، من ضمن هذه السور سور تحمل اسم إنسان كلقمان وإبراهيم ونوح ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرها. أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تحمل اسم إنسان هي سورة امرأة، وهي السيدة مريم التي كان الخوض في حقها كبيرا، منهم من جعلها زوجة إله ومنهم من جعلها زانية. فالله سبحانه وتعالى أكرم هذه المرأة وبين منزلتها، فجعل أول سورة من كتابه تحمل اسم إنسان هي اسم هذه الصديقة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى واختارها لولادة معجزة الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام. هذه من إحدى الميزات. الميزة الثانية التي تتميز بها أنها ابتدأت بأحرف مقطعة لم ترد في أي سورة استهلت بالحروف المقطعة. لماذا؟ لأن هذه السورة فيها أشياء لم تأتي أبدا في أي سورة أخرى، سأبينها إن شاء الله عند ذكرنا لهذه الأمور. أيضا هذه السورة من ميزاتها أنها تكلمت عن أنبياء لم يرد ذكرهم قبل. صحيح. يعني هي ابتدأت بذكر سيدنا زكريا وحياة السيدة مريم، سيدنا عيسى ولادته، التفاصيل في ولادته، كيف تكلم في المهد، أساس شرعته، ما وصاه الله به سيدنا يحيى عليه السلام، كذلك بداية دعوة سيدنا إبراهيم كيف انطلقت من البيت، رفع سيدنا إدريس مكانا عليا، وكيف وهب الله سبحانه وتعالى لموسى أخاه هارون نبيا. فهذه الأشياء كلها حقيقة تميزت بها سورة مريم. بالإضافة إلى أن سورة مريم هناك فيها ميزة من أروع الميزات التي تخفى على الكثيرين، وهي اسم الرحمن تكرر فيها 17 مرة. بدون الفاتحة، بدون عفوا الاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن اسم الرحمن في القرآن كله ذكر ما عدا البسملات، لو رفعنا البسملات التي هي 114 مرة نجد أنها ذكر أنه ذكر 57 مرة، 17 منها في مريم، يعني ثلث ذكر اسم الرحمن احتوته هذه السورة. وللرحمن اسم يميزه عن جميع الأسماء، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالله اختاره من بين جميع أسمائه. هذه السورة مع وجود 20 تقريب قريب 20 مرة من ذكر الرحمن فيها، ابتدأت ذكر رحمة ربك عبده زكريا، والمعروف أنه دائما بعد الحروف المقطعة يذكر القرآن إلا في سورتين، هي سورة الروم وسورة مريم. الذي ميز سورة مريم أنه ذكر آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي جاء بها القرآن. القرآن جاء رحمة وجاء بالرحمة، ورسول الله رحمة للعالمين، فهذه السورة جاءت من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى في كمل خلقه ليكونوا لنا قدوة وأسوة في هذه الحياة. طيب دعينا نتحدث عن أسباب نزول هذه السورة. ذكرتي أنها كان منها إكرام لسيدتنا مريم، هل من تفاصيل أخرى؟ أسباب نزولها في بعض آياتها أسباب نزول، لكن هي كابتداء لم يكن لها سبب نزول. نعم. طيب ماذا عن أبرز مقاصد هذه السورة؟ هذه السورة كما قلنا أنها ابتدأت بذكر الأنبياء، وأجمل شيء لم تبتدئ بذكر النبي يدعو إلى توحيد الله، بل لحالة شخصية نفسية، نقطة ضعف، حالة ضعف، اتصال المخلوق بالله سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفية. ما معنى نادى ربه نداء خفية؟ هذا الحال يوجد أو يصور لنا حال الإنسان الذي وصل به الضعف أن لا يهمس بلسانه،
بل يهمس بقلبه. نعم. أحيانا يسمع الإنسان صراخ قلبه دون أن تتلفظ شفتيه بحرف. هذا الحال الذي وصل إليه سيدنا زكريا. لماذا يا سيدي أنت وصلت إلى هذه الحالة؟ خوفا على دين الله. سبحان الله. سيدنا زكريا عاش طويلا مع زوجة لم تنجب، ولم يطلب في يوم من الأيام الولد، ولكنه عندما كما قال اشتعل الرأس شيبا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ليس دعائي اعتراضا على ما قدرته لي في الحياة، وإنما هو خوفا على دينك. هذه المقاطع تعلمك أيها الإنسان عندما يكون طلبك لله ولو كانت الأسباب مستحيلة سيكون كرم الله سبحانه وتعالى ملبى. فجاء التلبية لدعائه، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. ما معنى من لدنك وليا؟ يعني شيء يناسب دينك، شيء كما تحبه وترضاه، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم أنبأه الله سبحانه وتعالى أنه سيعطيه ولد لم يسمى من قبل، شيء لم يأتي لأحد، اسمه يحيى، وهذا النبي المبارك. نعم، حتى التسمية جاءت من رب العالمين. والصفات من أروع الصفات، رحمة بأمه وأبيه، وكان تقيا مرضيا، لم يكن جبارا شقيا، ولا يعرف المعصية، يعني من أكمل وأفضل وأروع الأنبياء. وآتيناه الحكم صبيا، أوتي النبوة وهو صبي، يعني أصغر من بقية الأنبياء. منذ أن ولد بشر أنه نبي، وهذه الأشياء تميزت بها طبعا هذه السورة في بيانها، وتميز هذا المولود المبارك الذي طلب لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه السورة عقبها مباشرة قصة السيدة مريم، لأنها كانت متزامنة مع ولادة. نعم، السيدة مريم هي أيضا معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. أبوها عمران لم يكن أيضا زوجته تنجب، فنذرت زوجته نذرا، يا ربي إن أتاني ولد فسأهبه لك. فيرى عمران في رؤيا في منامه أن الله سيرسل من صلبه نبيا رسولا. يعني في الحالتين كان ربط الطلب الدنيوي بالآخرة. طبعا دائما الطلب لأجل الله، دائما الطلب لأجل الله. أطلب ما تريد، في رسالة جميلة جدا بشكل صورة حكاية عن كمل الناس كيف يطلبون طلبهم من الله. السيدة مريم لم تطلب ولدا، لكن الطلب ربما كان من أبيها، ولكن قدر الله أن تأتي مريم. مريم امرأة، كيف سيأتي من نسلها رسول نبي؟ امتحان لبني إسرائيل في تصديقهم للأنبياء. أحيانا هنا الله يقول لا تقف على الظاهر. نعم، أنجبت امرأة عمران، توفي عمران، طبعا مريم أنجبت وهي يتيمة. طيب توفي عمران، أين هذا الرسول الذي سيأتي؟ قول الله حق، وحي الله لأنبيائه حق، يجب أن نصبر. كبرت مريم، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، انقطعت للعبادة، أتاها سيدنا جبرائيل بصورة إنسان، لأن جبرائيل لا يأتي للبشر بصورته الملكية إلا للأنبياء. لا. فجاءها بصورة بشر، وطبعا نحن نعلم أن الملائكة عندما يأتون يأتون وعليهم سيما الصلاح، لهم مزايا يشبهون البشر ولكن نورانيين. فعندما رأته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ملامحك ملامح الصلاح والتقوى، كيف تقول لي سأهب لك؟ هي ظنت أنه سيعتدي عليها، ولكنه أفهمها إني رسول ربك إليك، أنا مرسل من الله إليك لأقول لك أنك ستكونين حاملا برسول الله عيسى عليه السلام. فلما بدأ الحمل تركت المكان وذهبت إلى مكان بعيد وبقيت هناك، والله سبحانه وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لم يتركها. لكن رغم كل شيء، رغم أن الملائكة كانت تأتي عليها وتعطيها من فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، نعم، كان هذا الموقف موقف صعب. بنت عفيفة بريئة تحمل من غير زنا، كيف سيصدقها البشر أنها تحمل برسول الله ولا يتهمونها؟ كانت إعجاز. نعم. هي يعني حقيقة هي إعجاز، ولكن هي كإنسانة في موقف صعب. ما معنى هذا الكلام؟
أيضا رسالة من رب العالمين، قد تكون من المقربين والمصطفين الأخيار، ولكن تمتحن. الشدة لا علاقة لها بحب الله وغضبه أبدا. ماذا قالت؟ رغم أنها تعرف أن الله اصطفاها وخصها بهذا الأمر، وأنها من تحمل في بطنها هو رسول الله ونبيه وصاحب الرسالة الثالثة والكتاب الثالث، ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليبين الله لنا مهما اقترب العبد من ربه يبقى بشرا ضعيفا يشعر بضعفه ويبثه إلى الله سبحانه وتعالى. تمر الآيات و تلد سيدنا عيسى وتأخذه وتذهب إلى بني إسرائيل، وهنا الدرس الأكبر الذي يجب أن يتعلمه الناس، جميع المظاهر التي تخالف العقل والأسباب والمنطق الذي اعتادته العقول البشرية. كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ جاءهم الجواب مباشرة، قال إني عبد الله آتني الحكمة وجعلني نبيا وإلى آخره، كل الآيات التي ذكرها، وختمها إن ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. رغم كل هذا الأمر، يعني طفل، هذا الكلام كان وهو في المهد، وفي المهد عندما حملته وجاءت إلى بيت المقدس ورأوها وقالوا يا أخت هارون، يا أخت الأنبياء. هي لم تكن أخت هارون، ولكن كانوا سابقا عندما يكون إنسان اشتهر بالصلاح عندهم كانوا ينسبونه إلى نبوة الأنبياء إما بنوة أو أخوة، فقالوا يا أخت هارون، يعني يا أيتها العابدة النقية التقية كهارون عليه السلام، ماذا فعلت؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت من سلالة الصلاح من طرف أمك وأبيك، وأنت في العبادة كهارون، ما الفعل التي فعلتها؟ وهذا شيء جميل أن يستفسر الإنسان، لكن قبل أن تستنكر انظر اسمع. لكنهم لما سمعوا ما وقفوا عن الحقيقة، يعني رغم بيان الله سبحانه وتعالى بشيء لا يمكن أن يداخله قدرة بشر، ماذا فعلوا؟ فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني عندما رأوا هذا الأمر اختلفوا. منهم من عظم عيسى تعظيما جعله ابن الله ونسبه إليه وحاشا أن يكون للرحمن ولد، ومنهم من ماذا فعل؟ من اتهم السيدة مريم بأنها زانية وأن ابنها ليس نبي الله وأنه ابن زنا، وهذا كله من ماذا؟ من وقوف على الأسباب أو على الأهواء أو التمادي في تعظيم المعجزات الربانية. الأمر ربما نجده نحن شيء غريب، طفل صغير يتكلم بفصاحة وبيان ولكنه عند الله سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالدرس العملي أو الشيء الذي يريد أن يوجهنا الله إليه، قف مع قدرة الله ولا تقف مع أسباب البشر التي اعتادوها أو الأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وربط الأشياء بها. فالقادر، فالذي قدر على أن يخلق آدم من غير أب وأم قادر أن يخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، وقادر على أن يخلق عموم البشر من أم وأب. نعم. سبحانه وتعالى. دكتورة، من الأمور التي نقف عندها في هذه السورة مسألة ذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مباشرة بعد قصة سيدنا عيسى. صحيح. ومريم عليهما السلام. صحيح. بعد هذه القصة لماذا جاءت قصة إبراهيم عليه السلام؟ كثيرا ما نسأل لماذا هذا التسلسل غير التاريخي. نعم. أستاذة، نحن يعني نشعر أحيانا بالتاريخ. نعم، نحن نشعر أحيانا أن هناك مواضيع غير مترابطة في القرآن. لا، هذا الكلام ليس صحيح. لماذا؟ لو تدبرنا السورة من أولها إلى آخرها والقصص التي جاءت سنراها تتكلم عن عظيم رحمة الله ضمن العائلة. نعم. بعد ذكر سيدنا يحيى وبره بوالديه، بعد ذكر سيدنا عيسى وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا عصيا، جاء مثال النبي ومثال البر بالأب. عيسى أمه الصديقة مريم، يحيى والده سيدنا زكريا وأمه زوجة نبي وكانت صالحة، لكن حتى يا ربي يجب أن أكون برا بوالدي وإن كان من يصنع الآلهة ويضل عن طريقك. فجاءت هنا القصة نبراسا، مثالا إلى الأمر الإلهي، تجسيدا لمعنى البر في إبراهيم عندما بدأ الدعوة بأبيه الذي كان يصنع الآلهة ويشجع الناس على عبادة الآلهة. فماذا قال له؟ قال له يا أبتي، تكررت 4 مرات في استهلال الآيات على لسان إبراهيم، أبتي بمعنى
يا أبي ولكن بكل الحب بكل التودد بكل الاحترام، رغم فعلتك التي لا تغتفر، رغم تضليلك للناس، رغم لكن أنت أبي، أنت أبي الذي أحب، أبي الذي رباني. طبعا في هنا نقطة، هناك اختلاف عن في ذكر قولين في حول أبوة إبراهيم عليه السلام، قيل أنه عمه الذي رباه وقيل أنه أبوه الحقيقي. لا مشكلة، لأن هذه الكلمة تقول لك من رباك هو أباك، سواء الذي أنجبك أو الذي رباك. هذا البر ينبغي أن يكون لهذا الإنسان الذي قام بهذا المقام. فسيدنا إبراهيم أول ما بدأ بالدعوة بدأ بمن؟ بأبيه. نعم. دعوة الناس سهلة، هذا من البر. بيان الأخطاء للناس سهلة، لكن أن تبينها لأبوك أو لعمك الذي قام مقام الأب ورباك وأحسن إليك، أن تقول له أنت مخطئ، أنت ضال، وبأجمل أسلوب، هذا هو البر. ومع ذلك ماذا كان جواب الأب؟ لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، يعني إما سأرجمك بالحجر حتى الموت، وإما كما يقال اذهب من وجهي لا أريد أن أراك، يعني قطع كل العلاقات بينه وطرده. فما كان من جواب سيدنا إبراهيم إلا أن قال له سأستغفر لك ربي. نعم. إنه كان بي حفيا، يعني ولو أصر الأب والأم على المعصية والعياذ بالله، ما ينبغي للولد إلا أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم. ولذلك سبحان الله من دعاء رسول الله في ختام الصلاة بشكل دائم، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأب والأم لهما فضل لا ينقصه حتى إشراكهم، لا ينقصه حتى إشراكهم. البر أن تسعى لهم دنيا وآخرة أن يكونوا بخير وصلاح وعاقبة خير. لذلك جاءت قصة إبراهيم عليه السلام بعد ما وصى الله به يحيى ووصى الله به عيسى عليه السلام من البر، فجاءت هذه الصورة مجسدة لمعنى البر. من بعدها الله سبحانه وتعالى طبعا بهذه الصورة، كيف يا ربي هذا الإنسان إبراهيم يهجر ماله، يهجر أباه، يترك مقامه، كان ابن وزير الديانة، يعني مثل المسؤول عن الدين والمعابد. نعم. يعني كان من علية القوم، ترك كل شيء، ترك المال والسياسة والسلطة والقوة وإلى آخره، وخرج من بلده بعد طبعا إلقائه في النار وحيدا مؤمنا، وهاجر إلى ربه هو ولوط وآسيا فقط. يعني بعض الناس يقولون يا ربي إنسان يفعل لدينك كل شيء ولكن أنت تقابله بخسران كل شيء. لا، الله يقول فوهبنا له من رحمتنا، من ترك شيئا لأجلنا عوضناه خيرا، هو ليس في حسبانه. جميل. أعطاه يعقوب ومن قبله إسحاق نبيا، ومن سلالتهم أنبياء كثر. لذلك جاء بعد ذكر إبراهيم سيدنا موسى وقال وأخاه هارون. نعم. ووهبنا له أخاه هارون من رحمتنا، عفوا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يعني ذكر ليس فقط الخير كان له، وليس فقط كان الخير لأولاده الأوائل للنسل الأول، وإنما تسلسل. وذكر أيضا رحمته بموسى الذي أيضا انتشله من حضن أمه ليضعه في حضن فرعون ليقوم بأمر الله، لكن الله لم يتخلى عنه ولم يتركه، بل جعل له أخوه الذي لم يعش معه أيضا مؤابرا ونبي، وهذا من خصائص رحمة الله سبحانه وتعالى. من بركات الأنبياء أن يكونوا أكثرهم بركة على أهلهم، إن كنت صالحا فأنت أكثر الناس بركة على أهلك. انظري زكريا بدعائه لابنه، يحيى لأبيه، مريم بابنها، عيسى لأمه، وإبراهيم لأبيه، وهنا أيضا موسى عليه السلام لبني إسرائيل. ومن فضل الله لا يوجد أخ له بركة على إخوته أو على أحد كما فضل لموسى على هارون، لأنه بطلبه صار نبيا عندما قال له واشدد بأذري. فهذه في سورة مريم لذلك ذكرت بالرحمة، ذكر رحمة ربك. عظمة الرحمة، عظمة الرحمة أن لا يتخلى الله عنك وأن تكون في طريقه وتتخلى عن كل شيء لأجله، فيأتيك المدد منه، رحمة منه وفضل. بعد هذا هناك شيء عجيب، بعد كل هذا القصص يأتي ذكر سيدنا إسماعيل. لماذا أخر قصة سيدنا إسماعيل، ذكر سيدنا إسماعيل؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لأن من سيدنا إسماعيل لم يكن هناك سلالة أنبياء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه أعطاه
وعندما انتهى من ذكر أهم الشخصيات في بني إسرائيل أتى إلى خص في العكس، وخص الذكر لسيدنا إسماعيل وذكر في صفاته ما لم يذكر في صفات إسحاق ويعقوب، فقال إنه كان صادق الوعد وكان صديق النبي سيدنا إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة، انظري العلاقة مع الأهل، وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية. نعم. يعني علاقته مع الله كانت متمثلة، نعم، بالصلاة والزكاة، متمثلة برعايته لأهله ووضعهم على الطريق المستقيم. لذلك الله عقب كل هذه القصص بآية، فماذا قال؟ هؤلاء هم من ذرية آدم وممن حملنا، أولئك أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن اجتبينا من ذرية إبراهيم وإسرائيل، كلهم هؤلاء ماذا يخص الله سبحانه وتعالى؟ أنهم الذي خصهم الله بإنعامه وهدايته، هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى. ما العبرة من كل هذه الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتألم ألما شديدا من كفر قومه؟ لا تتألم، ما عند الله من الرحمات لك أكبر مما تتوقع. أخرج له الأوس والخزرج تماما، أناس لا علاقة لهم به جاءوا فأسلموا ونشروا الإسلام، وكانت المدينة هي محط الإسلام. واختار النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أن يبقى عندهم، بل قال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وهذه العبرة التي يجب أن نستفيد فيها من هذه السورة، مسألة العلاقة مع الأهل، الاعتبار من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، واستشعار رحمة الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وأيضا ربط، يعني ربط الطلبات الدنيوية بالآخرة دوما وبالله دوما. شكرا جزيلا دكتورة رنا الحمصي على كل ما تفضلت به في شرح وتفسير سورة مريم.